دكتور بعد 11 سنه على انطلاق الثوره السوريه، الدكتور احمد زيدان كيف يحلل واقع الثوره الحالي؟ يعني انا باعتقادي انه ونحن نعيش الذكرى الحادي عشر للثوره السوريه، ام الثورات باعتقادي، وبدانا ندلف الى الذكرى او الى العام الثاني عشر، الكثير يتوقف عند ماذا حققنا؟ خلال أحد عشر عاما الماضية بكل تأكيد كانت هناك صعوبات كبيرة جدا ما واجهته الثورة السورية ربما لم تواجهه ثورة من قبل واجهت نظاما طائفيا إجراميا بامتياز واجهت ميليشيات طائفية عابرة للحدود سمح لها من كل العالم بالدخول إلى سوريا وقتل الشعب السوري واجهت قوة إقليمية كبرى كإيران فرضت احتلالها على الشعب السوري، واجهت قوه دوليه كبرى تتمتع ببلطجيه حق الفيتو في مجلس الامن الدولي، واجهت كل هذه القوى من احتلالات خارجيه، من احتلالات داخليه، من ميليشيات طائفيه وقطعان هذه الميليشيات الطائفيه العابره للحدود، ومع هذا الثوره السوريه صمدت، انا باعتقادي في الشعب السوري بشكل عام ربما شهدت سوريا خلال ال عام الماضيه ثلاث ثورات دعني اقول ثوره 1920 استمرت حتى عام 1927 وثوره الثمانينات أو اواخر السبعينيات حتى 83 84 85 وثوره الحاليه 2011 ما ميز الثورتان الاوليان يعني 1920 1980 او اواخر السبعينات هي انها ثورات قصيره النفس كان نفسها قصيرا وبالتالي تم اجهاضها بالاضافه الى انها كانت هذه الثورات الثوره الاولى والثانيه كانت تحظى بدعم مجتمعي قليل وكانت شرائح مجتمعيه قليله مقارنه بالشرائح المجتمعيه التي دعمت ثوره 2011